الو قاضي فهد وزيرنا، كيفك؟ كيف احوالك؟ الحمد لله، طمنا عنك. الحمد لله الحمد لله، انا مليح. جاي على حفلة التكريم؟ طبعا، انا وقت عرفت انه جايين مكرمينك يعني انبسطت كتير. هلا بقى. شكرا قاضي. وصلت على المسرح؟ نعم هلا وصلت، يلا عم صف ولا نازلين. دخلك دكتور اذا بتحب ترجع معي، انا وحاضر يعني نحن رجالك. لا كلك ذوق، رح يوصلني ابني. عظيم عظيم. طيب دكتور دخلك اي صاله هي؟ بصالة النهضة، اول طابق تحت الارض. الو ايه يلا عشي دايم نكون على الهواء. نشكرك وزير على حضورك تكريمنا المتواضع، بس شو ما عملنا ما بكفي. استاذ مهيب بالعكس، انا لازم اشكرك على التكريم اللي عملته لي. مصور مسيو مهيب. مصور دكتور. مصور دكتور حبيب. مصور. 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 انا كتير انبسطت وقتلت من رح يكرموك. هادي ليس على يعني مهموم على امي، مريضة كتير وما في دواء عم ينفع، والمستشفى ما قدرت تفوت على حساب الضمان. ما فهمت يعني بتركوها تموت على باب المستشفى؟ طب يا خيي اطلب اذن من القاضي، قل له انه ما فيك تبقى، حتى لو اذا بقيت ما راح تعرف تشتغل مزبوط. هلا ليك كذب الموضوع، انا بس بدي معاشي مثل ما هو اخر الشهر. هلا وانجا عم بيوفي، كيف اذا خصم من المعاش؟ بس ليك هلا وقت اروح على البيت بدي فوت امي على المستشفى لو على حسابي. هادي فؤاد تعو شوي. منرحب فيكم جميعا بهيدا الحدث الضخم يلي منظمته مؤسسة أخو المحبة كهدية متواضعة لشخص عظيم وعظيم جدا. ولكن اسمحوا لي قبل ما نفتتح الحفلة رحب بالقاضي عادل فهد. برئيس مستشفى السلامة دكتور كامل منصور. أما الترحيب الأكبر فهو لشخص ما بيستحق نلقبه بكلمة وزير لأنه أكبر بكتير. هو وزير صحة صحح البلد، هو طبيب قضى على كتير من الأمراض. تكريمنا له متواضع جدا قدام كل يلي عمله. بحرارة كبيرة رحبوا معي بوزير الصحة السابق دكتور الطبيب حبيب لبنان. مساء الخير. بشكر هالمؤسسة الكريمة يلي بتشرف بتكريمها إلي. بشكر أستاذ مهيب وكل الحضور من كل الأديان والأعمار، ولكن شكري الأكبر والأعظم فهو للقدر، للحياة. من أنا وصغير كنت أحلم أبقى محفور بصفحات التاريخ مدى الدهر. من أنا وصغير إنجازاتي كانت البداية، بداية للسياسة رسمتها حجار بنيتها وعمرتها، ولكن الحياة قاسية وعمر الإنسان قصير مهما طال. يمكن تأخرت حتى حقق هالأعمال، تأخرت كتير، كنت بتمنى أقدر كفي بس عمري ما بقى يسمح لي. والشعلة رح أنقلها لأطفال اليوم، لرجال المستقبل. بالنهاية لازم حدا منا يكون البداية، والنهاية رح يوصلوا لأولادنا بالمستقبل. شكرا لكم، أنا بحبكم، بحب لبنان، بحب الحياة.
ملينا حدا. عم بيستهدفونا كلنا. انت القاتل. كيف عرفت؟ افرينا يا حبيبي شغلتنا. ليش قتلت القاضي؟ ما كان قصدي القاضي، قصدي هادي. صار له شهرين متدين مني مصاري وما عم يردون. ها لكن ما قصدك تقتل القاضي؟ حلف بشرفي وحيات الله هادي صار له شهرين متدين 47 دولار. لحيات الله؟ وحيات الله. بحيات الله، وحيات الله، لحيات الله. وحيات الله. صادق. قد ايه بده منك؟ 47 دولار. قد ايه؟ 47 دولار. قد ايه اللبناني هلا؟ الدولار قد ايه باللبناني؟ 1560. هلا قد يعني؟ وقف. كيف رايح؟ وصلك؟ لا خلص سيرفيس سيرفيس. هدي 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 ليك؟ ملي مسكول بس توصل.